يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا شاب مستقيم وأقع في الذنب دائما، وكلما تبت وقعت فيه، وقد استحييت من الله من استمرار التوبة ثم العودة للذنب، فبماذا تنصحونني؟ أنصحك كل ما وقعت في ذنب أن تتوب ولو تكرر هذا، ولا تقنط من رحمة الله، ولا تستحي من الله تترك التوبة، لا، تب إلى الله، الله أمرك أن تتوب. الذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكل ما أذنبت تب إلى الله عز وجل، ولا تيأس من القبول، أو تقول أنا أستحي من الله. إذا صرت تستحي تب من الله عز وجل ولو تكررت منك، ولكن ابتعد عن الأسباب التي تجعلك تعود إلى المعصية. ربما أن جلساء سيئين فسيئون فيسببون لك أنك تقع في المعصية، جالس ناس فاسدين، فابتعد عن أهل الفساد وعن جلساء السوء. إذا كنت أنك تنظر في أشياء مغرية تجر إلى الفتنة، مثل الصور الفاتنة، مثل الفضائيات الهابطة، فأنت اجتنب الأسباب اللي توقعك في المعصية. نعم.